غلاس بحجم هائلي وهاد الغلاس بالكراميل والشوكولات. حنايا طبعا غادي نقدموا هاد الكلاص واللي هو مطلوب هذا وقته دابا لي كلاص لي سوربي فعلا مع هاد الحراره ما ينفع لنا الا كلاص فعلا. اذا نحتاج له بالنسبه للمكونات عندنا علبه واحده من الحليب مركز محلى على شكل كراميل، يا اما كناخذوا العلبه واجده كتكون على شكل كراميل، يا اما كناخذوا العلبه ديال الحليب محلى العاديه نعملوها في الكوكوط لمده ساعه حتى كتحول لنا الكراميل. كنخدم مع نصف لتر ديال الحليب يكون بارد مزيان، كنحتاجو 14 غرام من الكاكاو مسوس، ونحتاجو جوج علب ديال البودرة ديال الكلاص تكون بمذاق ديال الشوكولاط. نعم. كناخدو إناء نديرو فيه هادوك جوج الأكياس ديال البودرة ديال الكلاص، وكنضيفلو الحليب اللي قلنا خصو يكون بارد مزيان مزيان، كنزيدو عليه الكراميل وكنزيدو عليه الكاكاو. إييه. وكنطربو هاد المكونات مزيان بالطراب الكهربائي حتى كنحصلو على واحد الكريمة اللي كتكون متماسكة. من بعد كناخذ واحد المول اللي يكون من الاحسن ديك المول اللي كيتحل من الجناب، ناخذه بحجم ديال 27 سنتيم. كنوضعوا فيه لاكلاص ديالنا وندخلوه للفريكو لمده ليله كامله حتى كيجمد لنا مزيان. الا ما عندهاش السيده هذا المول اللي كيتحل من الجناب، كتاخذ اي مول عادي وكتفرشه بسلوفان من الداخل اولا بواحد بلاستيك غذائي باش مي كتهز من بعد لاكلاص ديالها كيتحيد لها لاكلاص بكل سهوله. نعم. من بعد ما كيجبدنا لاكلاص ديالنا ليله كامله في الثلاجه كنزينوه بلاصوص كراميل اولا بخطوط ديال لاصوص كراميل من الفوق. كناخذ واحد السكين وكندوزو في الجوانب ديال المول ندورو على الدائره ديال المول كامله، ومن بعد كنفتحو ديك الاطار ديال المول وكنزينو من الجوانب ديال لاكلاص كنزينوه بالشوكولات اللي كنكون ذوبناه ودرناه في هذوك الليمون ديال البلاستيك الليمون اللي كنزينو بهم صابلي بريستيج. انا اختارت واحد الشكل ديال الورده. ممكن السيده دير اي شكل على حسب المول اللي متوفر عندها، وحتى اللي ما عندهاش ليمون ممكن انها تعمل شويه ديال الشوكولات محكوك في الجوانب وصافي. ولا كلاص ديالنا واجد كنقدموه بالصحه والراحه. يعطيك الصحه والراحه. هاد لاكلاص شحال الوقت تقدر السيده تحافظ عليها؟ كيقدر يبقى لنا مده طويله في الفريكو، يعني يقدر يبقى لنا اكثر من اسبوعين، ممكن حتى شهر. يعني لاكلاص ديالنا كنغلفوه مزيان ونخليوه في الفريكو يقدر يبقى لنا مده طويله وبالصحه والراحه.